بالعودة إلى الخبر الذي وصلنا للتو، حيث استقبل عصر اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو وزير البترول والطاقة بدولة النيجر. اللقاء دار حول تفعيل مشروع بناء خط أنابيب النفط النيجر إلى تشاد، بالإضافة إلى تقريب أوجه التعاون بين البلدين. تقرير رشاد حسن طه. جاءت مقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو لوزير البترول بدولة النيجر فوما كوي غادو، الذي جاء بغرض تفعيل مشروع بناء خط أنابيب النفط من النيجر إلى تشاد. وجرى خلال اللقاء الحديث عن التعاون بين البلدين في مجالات التعدين والاستثمار المشترك وأهميته في توزيع الاقتصاد، بما في ذلك الاستثمارات الاقتصادية. اللقاء الذي حضره وزير البترول والطاقة بشير مادي وبعض معاوني فخامة رئيس الجمهورية بالأمانة العامة، أكد فيه الوزير النيجيري على أهمية تبادل الخبرات لدعم أسعار النفط في الأسواق العالمية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ورغبة بلاده بالاستفادة من خبرات البلاد في مجالات التطوير الصناعي للنفط. فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو ركز على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط وسبل دعم أسعارها في السوق العالمية، فضلا عن تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. وما أن خرج من المقابلة صرح وزير البترول بدولة النيجر قائلا: إن لقائي مع فخامة رئيس الجمهورية كان مثمرا وعطى دفعة قوية لتنفيذ مشروع الأنابيب والاستغلال البترول بدولة النيجر عبر مصفات جرماي، مضيفا بأن تأخير تنفيذ هذا المشروع يرجع إلى المباحثات مع الشركة الصينية، لكن اليوم وبجهد رئيسي البلدين توصلنا إلى وضع خطة عمل وتكوين فريق عمل من الدولتين، وبموجب هذا الجهد سيرى هذا المشروع النور مع نهاية العام المقبل. وتجمع تشاد والنيجر علاقات صداقة قوية خاصة في مجال محاربة الإرهاب، وشدد الوزير على ضرورة تعزيزها وتوسيعها بهدف ضمان وحماية المصالح المشتركة.